يشد نو انه الوفد السعودي انهى اليوم جولاته باليوم الثاني من زيارته للبنان. الرئيس سعد الحريري اكد انه هو رح يلبي دعوه السعوديه ورح يروح على المملكه خلال ساعات. شو قال رئيس حزب القوات اللبنانية عن بواخر الكهرباء؟ يا أما بواخر أو لا كهرباء، ما عرفت ليه، أنا بعد ما قدرت فهمت هالمعادلة شو هي، يا أما بواخر يا أما لا كهرباء. طب يا خي حل معنا شوي، إنه بركي شخطير، بركي كاميونات، بركي فلوكة، بركي شي وكهرباء أبدا. يا أما خليكم بلا كهرباء أو البواخر، طبعا لغاية في نفس، خلينا على يعقوب.